معكم الشاف صلاح الباتني. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعي. واذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من اللجام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. انا اليوم راح ندير لكم وصفه مالح اللي هي كفته ولا طاجين كفته تاع الحوت، يعني بطريقه سهله و يعني تقليديه. خلينا نمر لطريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. أنا عندي لهنا الطاوة اللي راح أو الكاسرونة اللي راح نخدم فيها ندير فيها المرقة تاع الكفتة تاعنا. واش درت هنايا؟ درت نص راس بصلة، يعني نص حبة بصلة، سكرفشتها، وربع سنة ثوم، شوية ملح، وشويه فلفل الكحل، شويه كمون، وشويه كزبر. عندي ايضا الزيت لهنا حوالي 3 ملاعق تاع زيت، وراح ندير لها طماطم والهريسه. هذا بالنسبه للمرقه، كما يعني اي مرقه، وراح تمرقوها بعد ما تطيبوا شويه لا اسمو البصل. اللي هنا واش راح ندير؟ واش عندي؟ عندي اللي هنا حوت، يعني سردين هذاك رقيق، لانه انا هذا راح نرحيه بيدي. عندي بيضه كامله، عندي روز غليته، عندي بصله وزوج تنات ثوم، يعني نص بصله، نص درته في المرقه، ونص درته في راح نديرو في الكفته تاعنا. عندي اللي هنا شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وشويه كمون، يعني الكمون كما راكم تعرفوا هو الاساس في هذه الوصفه. وعندي الفارينه اللي هنا اللي راح نمرمد فيها الكفته تاعنا. كما راكم تشوفوا لهنا انا راح ندير الهريسه والطماطم، وراح نحطها على النار نقليها شويه كما راكم تشوفوا. راح نقليها ونمرق، يعني نخليها طيب في عقلها، ما طيبوهاش بالخف، يعني غير في عقلها باش تعطينا نتيجة رائعة. ونمرق ونرجع لكم كيفاش راح نحضر الكفتة تاعنا. انا اللي هنا واش راح ندير؟ راح نجيب هذا الكاسرونة ايضا، راح ندير فيها الحوت تاعنا، يعني راح نخدم غير بيدي، غير بيدي هاك، راح نحاول نرحيها بيدي. اللي عندها روبو تحب دير روبو ماشي مشكل، ومن الاحسن تخيروا السردينه الرقيقه طول، لانه هي اللي تصلح لنا الكفته تاعنا، تعطينا نتيجه رائعه خير من السردينه الكبيره، لانه الكبيره راح تكون شويه خشينه وتكون صعيبه يعني باش ترحيوها. من الاحسن هذه ايضا رحيوها في الروبو خير وخير. اللي ما عندهاش الميكس الروبو تدير بيدها برك ماشي مشكل. انا راح نكمل ندير لها بسمو بيدي حتى نرحيها طول ونرجع لكم. يعني كما راكم تشوفوا بعد ما رحيتها راهم بقاو لي طراف صغار، حاولوا تقطعوهم ايضا. نزيدوا لها الروز، نزيدوا لها التوابل، راح ندير الروز كامل، يعني الروز راح يعطيها خفة أيضا. وعنده ثاني حاجة أخرى، راح نزيد لها البصلة والثوم، كما قلت لكم نص راس بصلة وشوية أو زوج سنات عفوا تاع ثوم. حاولوا تنحيوا الماء من البصلة، خلطوها مليح. راح نزيد لها هذوك التوابل، فلفل الكحل والكمون والملح، يعني الفلفل الكحل ما تكثروش بزاف، ولكن الكمون يعني راهو يعطي رائحة ويعطي ذوق رائع للكفتة تاعنا بهذا الشكل. نخلطها مليح. كما قلت لكم راح ندير بيضة، حاولوا تكون البيضة شوية صغيرة ماشي كبيرة بزاف، وخلطوا مليح.
لأنه أنا الكفتة تاعي عندي، عفوا أيضا الفارينة، لأنه أنا الكفتة تاعي راح نقليها قبل ما نلوحها في المرقة، نديرها كعابر ونقليها، لأنه راح نديرها في، كي نديرها في المرقة تقدروا ديروها في المرقة، ولكن من الأحسن ديروها في الفارينة باش ما يتحلوش الحبات على بعضهم، وراح يعطي نتيجة روعة بهذا الشكل. راح نخليها يعني مع بعضها شوية، يعني تمتص هذيك البصلة، وزيد العظام راح يجمدوها لي شوية، ما تجي تقعد ليش هكا جارية، ونرجع لكم. انايا راح نبدا نشكل حبات او كوريات ديبولات نتاع الحوت. بسم الله، هذا الشكل، يعني حاولوا كيفاه تشكلوها بهذا الشكل، زيدوا لها شويه، ما ديرهمش حبات او كوريات صغار، ديرهم شوي كبار. يعني من الاحسن انا ننصحكم حاولوا دي عندها الروبو ترحيها بالروبو احسن واحسن. انا عندي لكن الوقت ما يكفينيش. بهذا الشكل نزيد الحبة الثالثة. واش راح ندير؟ راح نكمل كامل الكمية تاع ديبولات، نشكل ديبولات متوسطين الحجم، ما هم صغار ما هم كبار، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا انا دوكا راني شكلت ديبولات صغار متوسطين في الحجم، راح نقليهم في الزيت، لازم على نار هاديه باش يطيبوا حتى العمق لو فون تاعهم راه يطيب، نطيبهم ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا بعد ما طيبتهم جاو حبات راكم تشوفوا. دوك واش راح ندير؟ انا راني مرقت لاصوص تاعي اللي راح نطيب فيها هذا الكفته هذه، راح نخليها غير تهز الغليه ونحط هذه البولات تاعنا، وبعد ما طيبنا ان شاء الله راح ناتاكم في صحن تقديم باذن الله. هذا هو الشكل النهائي نتاع الكفته تاعنا تاع نهار اليوم اللي درتها طاجين تاع الحوت. نتمنى تنال اعجابكم الوصفه وتجربوها. ما بقى لي الا نقول لكم صحه فطوركم. نتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر ان شاء الله. سلام.